فتية الإسلام حب، واسمعوا الداعي ولبوا، وانفقوا عنكم سباتا، واستهل الإسلام خاطب. نحن إرهابيون والإرهاب فريض، ليعلم الفرد والشرط أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برفة صدر هداية الإنشادية. خلي بالك، ما تخلي بالك، خلي بالك، لأن الكلام على طهر الطهر وعلى شرف الشرف وعلى ضرة تاج الجنس البشري كله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عشان ما فيش حد يقلل قدر حبيبنا المصطفى في قلوبنا، لأن الحرب الآن هوجاء وشرسة، ولأن الحرب الآن على الثوابت مش على الفروع ولا على الجزئيات، لا، ده الحرب معلنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على القرآن، على رب العزة، على الحجاب. الله أكبر، يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وترمى أم المؤمنين عائشة، عائشة الزهرة التي تفتحت في حقل الإسلام، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، بنت الحبيب الرقيق، إنها مؤدبة الأدباء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء ومحدثة المحدثين والفقهاء، إنها حبيبة سيد المرسلين وزوجه في الدنيا وفي جنة رب العالمين، إنها عائشة، عائشة أم المؤمنين، إنها عائشة أم المؤمنين. سأبدأ باسمك اللهم شاري، ومن يبدأ بذكر الله يا سعاد، وأثني بالصلاة وبالسلام على المختار سيدنا محمد وآل البيت والصحب الكرام، حماة الدين سيف لا يغمى، وأشكو فرية من صنع قوم تزول لها سماوات وترعي. سأبدأ باسمك اللهم شاري، ومن يبدأ بذكر الله يا سعاد، وأثني بالصلاة وبالسلام على المختار سيدنا محمد. بطعن في التي برئت بقول من الرحمن في وحي مؤيد، وطعن في التي الله اصطفاها وطهرها لتصبح زوج أحمد. سأبدأ باسمك اللهم شاري، ومن يبدأ بذكر الله يا سعاد، وأثني بالصلاة وبالسلام على المختار سيدنا محمد. وأم المؤمنين وبنت من قد مع المختار في الغار تعبى، ومن نقلت لنا سننا وحكما، ومن حملت لنا علما تعدى. سأبدأ باسمك اللهم شاري،
ومن يبدأ بذكر الله يا سعد وأثني بالصلاة وبالسلام على المختار سيدنا محمد. ومن كانت لخير الناس حب سلوا التاريخ ينبئكم ويشهد. أي الرب عز وجل يقول كل من تكلم بعائشة وبأي محصنة فإن له وعليه 80 جلدة. أما المنافقون فلأن الحدود تطهر الناس لم يقم عليهم أي حد فهم لن يتطهروا أبدا. أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله فاسقة مجرمة عصت الله ورسوله وآذت آل البيت وقتلت المسلمين ظلما فعليها لعنة الله في الدنيا والآخرة. طعن برسول الله فالطعن في إحدى زوجاته طعن فيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ألا إن الخسارة فقد دين وسير خلف أهواء تمجد وتسليم العقول بلا حساب لأصحاب العمائم كي تبدى. فيا عجبا لإبن جاء باغيا تمتع والداه فجاء يحسد ويرمي أمنا بالفحش زورا فشل لسان من يرمي ويحقر. وصاحب عمة سوداء فغل يفخذ طفلة في المهد ترقي. يحل لهم فعائل قوم لوط ويسلب خمسهم سحتا ويحشر. وإن يوما مررت برافضي فأكرم وجهه بسطا وسدد. بالصلاة وبالسلام على المختار.